وهذا من علامات الساعة أيضا الفتنة الاقتتال بين المسلمين، يقتلون إمامهم. هذا حصل أول ما حصل في قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، ثم انفتح باب الفتنة على المسلمين من ذاك الوقت، صاروا يتقاتلون بينهم، يتقاتلون على السلطة، يتقاتلون على الدنيا، ويستمر هذا ويشتد في آخر الزمان، يشتد. يقتلون ولاة أمورهم، هذا يكون باسم الثورة، يسمونها الثورة وكذا وكذا، الحرية والديمقراطية إلى آخره، ولا يحترمون ولاة الأمور ولا يحترمون إمامهم، فتحصل الفتن عند ذلك. ولأن المسلمين إذا لم يكن لهم إمام ضاعت الأمور، حصل الفتنة ولا أحد يمنع هذا. الإمام يدفع الله به الفتنة، فهو ظل الله في أرضه، لكن إذا قتل الإمام ماذا يبقى؟ فهذا من علامات الساعة الكلام في الأئمة. الشيء يبدأ أول ما هو كلام، أول ما يبدأ كلام، طعن في ولاة الأمور، انتقاص ولاة الأمور، ثم يتطور إلى قتل. هذا من الفتن التي تكون في آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هم يتنافسون في الدنيا، إذا بعد ذلك يتنافسون في الدنيا ويقتل بعضهم بعضا على الدنيا، على الدنيا، كل يريد أن يستأثر بها عن الآخر.